أصدقائي صف سادس ابتدائي، اليوم راح نشرح اجتماعيات وتحديدا محافظة ميسان، لأنه اليوم عندي امتحان شهري بالاجتماعيات، فحبيت أشرح لكم من مادة الامتحان مادتي محافظة ميسان. راح نبدأ أول مرة بموقعها الجغرافي. موقعها الجغرافي تقع في القسم الجنوبي الشرقي من وطننا العراق، الجنوبي الشرقي من وطننا العراق، وتضاريسها تقع في منطقة السهل الرسوبي التي تتميز بانبساطها التام في معظم أجزائها، إذا تتراوح ارتفاعها عن مستوى سطح الأرض سوى من 4 إلى 20 متر، ومن 4 إلى 20 متر. أما أقسام وتمتاز بوجود العديد من المنخفضات الأهوال، أما هور السناف وهور الحويزة وهور عدي وهور الأهوال الوسطى وهور السعدية. أقسامها الشرقية شبيهة؟ أقسامها الشرقية تكون محاذية لإيران، لهذا كثرت فيها الأهوال والمنخفضات والأودية، و مناخها يمتاز المناخ في المحافظة. يعني مو مرتفعات؟ لا لهذا يمتاز مناخ المحافظة. مناخ المحافظة يتميز بأنه هو المناخ الصحراوي الحار الذي يتميز بصيف حار جاف وشتاء معتدل درجات الحرارة. أما حيث كمية الأمطار فتمتاز المحافظة بأن كمية أمطارها قليلة ومتذبذبة، فمن 80 إلى 100 ملم. أما الموارد المائية فيها فيعد نهر دجلة وتفرعاته من أهم الموارد المائية السطحية في المحافظة، حيث يمكن تقسيمها إلى أولا نهر دجلة الذي يدخل المحافظة من جهتها الشمالية حتى مدخل مدينة العمار، وجدول الكحلاء. جدول الكحلاء الذي هو أحد تفرعات نهر دجلة، وجدول المشرح وهو أحد تفرعات نهر دجلة، ينبع في مدينة العمارة، ينبع من الضفة اليسرى لجدول الكحلاء، وأما جدول البتيرة فهو أحد فروع نهر دجلة في مدينة العمارة. أما المشاريع الروائية في المحافظة هي الأنهار دجلة والمشرح والكحلاء والبتيرة، إضافة إلى المجر الكبير، وتسمى بمشاريع ري ميسان. أما من حيث المشاريع السيطرة والخزن فتتميز المحافظة بوجود سدة الأعمار. أما نشاطها الاقتصادي فيقسم إلى زراعة وصناعة وثروات معدنية. الزراعة تقسم الزراعة في المحافظة إلى المحاصيل الغذائية والمحاصيل الصناعية. محاصيل الغذائية تقسم إلى محاصيل الحبوب التي تتضمن محاصيل القمح والشعير. أما المحاصيل الصناعية فهي القطن وزهرة الشمس والذرة. الصناعة تمتاز المحافظة بوجود العديد من الصناعات، أهمها صناعات الغزل والنسيج والكيميائية والتكوير والإنشائية والغذائية والسكر والزيوت النباتية. أما الثروات المعدنية أما الثروات المعدنية فتمتاز المحافظة بوجود حقول نفط عديدة، أما حقول نفط بازلقان وأبو غراب وفكة.
تاريخها فسميت المحافظة بأسماء عديدة أهمها سميت بالعصور السريانية بكرخة وتعني ميسان، وسميت في العهود الفارسية بمشن أو ميشان، وسميت في العهود الآرامية بمي آسن مي آسن أي الأراضي المستنقعات. وهي أساسا دولة ميسان التاريخية التي حكمها 23 ملكا من القرن الأول والثاني قبل الميلاد حتى القرن الثاني ميلاديا. والصابع المندائيون هم سكانها الأصليون. أما في العهود الإسلامية فقد دخلها عتبة بن غزوان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وولى عليها النعمان بن عدي، وأصبحت في العهود الإسلامية مركزا لسك العملة القديمة خاصة في العهد الأموي. أما ميسان الحديثة فقد سماها العثمانيون بلواء العمارة، وفي عام 1970 أصبحت تعرف بمحافظة ميسان. أما ميسان فقد بناها محمد باشا الكبير سنة 1861 لأنه أراد مقرا لحملته العسكرية، فلم تقع عيناه على أفضل من المكان الواقع بين نهري دجلة والكحلاء، فسمى هذا المكان بالأردي وهو لفظ تركي لمقر الجيوش لمعسكر الجيوش. أما أهم مواقع التاريخية في المحافظة هي مسجد الجامع ومنارته التي بناها عبد القادر الكولندي والسوق القادري الذي بني بعد سنة المحلة القادرية التي بنيت بعد سنة واحدة من السوق الباشا. انتهى درسنا لهذا اليوم للاجتماعيات وتحديدا محافظة ميسان. أتمنى يكون الشرح وافي، ولا تنسوا تتحمون على محبابة الله يرحمه. باي باي.